وكنا من خلال هذا قمنا بإنشاء ديمقراطية ليبيريا. إن ليبيريا الآن هي ليبيريا التي تلت الصراعات. إنها قصة نجاح، إنها قصة نجاحكم. وكما قلت وداعا لكم، لدي الآن بعض الأفكار قبل أن أترك هنا، أترك منصبي. فقط تذكروا ليبيريا التي تعمل دائما على تقوية مبادئ الديمقراطية. فكروا في إنقاذ الحياة، فكروا في الاستقرار، لأن الأمم المتحدة هذا الكيان العالمي هو الأساس في استقرار منطقتنا واستقرار العالم. أشكركم، وأيضا وأرجو منكم أن تستمروا في دعم الحقوق الإنسان والحكم الرشيد، وأثناء المراحل الانتقالية تدعمون تلك الأنظمة. إنها في أوقات الانتقالات والتحولات يظهر القادة الحقيقيين وتقوى الجهات. وأذكركم أنهم منذ عامين مضيا كنا نضع 17 هدفا من الدول الأعضاء للقضاء على الفقر، وأيضا القضاء على عدم المساواة سواء داخل الدولة أو بين الدول جميعا. إن التزامنا بالوصول إلى هذه الأهداف لا يمكن الحياد عنه، لأن كل هذا مرتبط بإنهاء الصراعات واستدامة السلام. نحن إن استمرار استقرارنا لابد أن يكون متفاعلا مع الحقائق الواقعة في العالم في الوقت الحالي، ولا بد أن نسعى دائما بمنتهى القوة لإقرار أي صراع. إن إفريقيا ترى ورؤيتها تكون موجودة في ظهور الدول الإفريقية التي تشارك في هيئات دولية أو هيئات إقليمية وفرع إقليمية تدعم السلام والاستقرار وتدعم التكامل الاقتصادي. إن الأمم المتحدة كجهة عالمية لابد أن تستمر نحو دفع المصالح الخاصة بكل الدول، وتضع مصالح كل الدول في أيديكم، لأن كل هذه الدول تأمل في دعمكم لتحقيق عالم سالم وعالم آمن لكل شعوبنا ودولنا. أشكركم على حسن استماعكم.